وما زلنا متواصلين مع حضراتكم لمزيد من المتابعة والتحليل لأعمال الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والتي يشارك فيها الرئيس السيسي ضمن رؤساء الدول المشاركة. ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يعني دكتور إكرام، في التقرير الذي تابعناه كان بيذكر المشاركة المختلفة للرئيس السيسي في القمم الأفريقية الأوروبية، ويعني حرصه دائما على هذه المشاركة، ويعني بذكر تأكيده على أن النهوض بأفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية. برأيك في مثل هذه القمة، ما الذي يمكن أن يطرحه السيد الرئيس من قضايا أفريقيا على القادة الأوروبيين ومطالبهم؟ طبعا هي قمة هامة، قمة الأوروبية الإفريقية، بيشارك فيها السيد الرئيس. وأنا عاوز أركز الحقيقة إن هذا بيعكس دبلوماسية القمة، وهي دبلوماسية نشطة في مصر إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، كما يعكس ذلك أيضا اهتمام مصر بالقارة الإفريقية وما لها من ثقل في هذه القارة. وكما هو معلوم أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي سنة 2019. مصر في سياستها الخارجية أحد المحاور هو محور التوجه نحو الجنوب، يعني نحو القارة الإفريقية. مصر بتهتم بقضايا التنمية والتكامل والاستقرار وفض المنازعات في القارة الإفريقية، وده بيعطيها الحقيقة وزن وثقل، وبيعطي لمشاركة السادة الرئيس في هذه القمة أيضا وزن وثقل. نعم. القضايا المتصور بحثها وعرضها في هذه القمة من الجانب المصري، أتوقع أنها تكون قضايا متعددة، منها ما يتعلق بالاقتصاد، الاستثمار، الملفات الإفريقية، قضايا تهم العالم ككل، زي قضية الإرهاب، قضية التطرف، قضية الهجرة غير المشروعة، قضية التعاون الجماعي والتعاون المتبادل على المستوى القاري بين الاتحاد الأوروبي وبين القارة الإفريقية، في عديد من القضايا الحقيقة، يعني وعديد من التحديات اللي بتواجه القارتين والتي يمكن من خلال هذا التعاون النجاح في مواجهته. يعني ممكن نتكلم على سبيل المثال عن تحديات صحية وجائحة كورونا، ممكن نتكلم عن التغيرات المناخية وما أحدثته من أضرار للقارة الإفريقية، ممكن نتكلم عن التلوث البيئي والانبعاث الحراري. طبعا التغيرات المناخية والانبعاث الحراري، وده الحقيقة أنا عاوز أقول إن الدول المتقدمة يعني قد تكون تتحمل درجة أكبر من المسؤولية نتيجة للتقدم وما يحدثه من تغيرات في المناخ، تتأثر به الدول الأخرى، تتأثر الدول الإفريقية. وبالتالي هنا أيضا قد يكون في مجال للتعاون بين دول القارة الأوروبية والدول الإفريقية من حيث مخصصات مالية لمواجهة هذه التحديات. أنا عاوز أقول إن هذه التحديات هي تحديات مشتركة وتواجه الجميع. إذن هي قضايا متعددة، قد يكون بعضها اقتصادي، بعضها سياسي، بعضها تنموي، بعضها صحي، بعضها يتعلق بالتغيرات المناخية، وبالتالي الرؤية المشتركة في هذا الإطار يكون لها درجة كبيرة من الفائدة. أنا عاوز أقول أيضا إن على هامش هذه القمة بتعقد لقاءات متعددة على المستوى الثنائي بين السيد الرئيس وقادة وزعماء الدول المشاركين في هذه القمة، في يعني قمة بين مصرية بلجيكية، في قمة بين السيد الرئيس وبين عديد من الرؤساء لتبحث القضايا الثنائية بين الدولتين، بين مصر والدولة المعنية، ودي كلها طبعا بيتم من خلالها طرح الرؤية المصرية سواء على المستوى الجماعي أو على مستوى العلاقات الثنائية فيما بين الدول وبعضها. طيب، يعني هذه القمة بتحمل عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030. ما هي تلك الرؤية المشتركة وفيما تختلف عن الرؤى السابقة؟ يعني هذه ليست القمة الأولى،
هي السادسة. ده صحيح، دي القمة السادسة، يمكن القمة الأوروبية الإفريقية السادسة واللي بتشارك فيها مصر. وهي الحقيقة أنا عاوز أقول إن قارة إفريقيا لها أهمية بالنسبة للعالم، يعني العالم كله مهتم بالقارة الإفريقية، سواء فهمنا العالم بمعنى الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي. إذا العالم كله بيبدي درجة كبيرة من الاهتمام بالقارة الإفريقية. من منظور دكتور عفوا من منظور كونها مطمع أم من منظور كونها يعني أرض خصبة من الممكن الاستفادة والإفادة؟ يعني شوف لحضرتك، كونها مطمع ربما انتهت هذه المرحلة. الآن نحن إذا قارة إفريقيا التي تتواجد فيها ثروات كثيرة ويمكن من خلال التعاون مع دول متقدمة كالدول الأوروبية على سبيل المثال تقديم استثمارات، مشروعات مشتركة، تنمية بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف. وهي دي النقطة المهمة، وهي دي النقطة التي أتوقع أن يتم التركيز عليه، أن هناك فائدة مشتركة من هذا التعاون، أن هناك فائدة مشتركة من تنسيق الجهود الأوروبية والإفريقية لمواجهة التحديات، أن هناك فائدة مشتركة تعود من الاستثمار والتعاون في المجال الاقتصادي والمجال التنموي بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. وخصوصا يعني أتوقع أيضا أن تطرح فكرة أن تكون هناك مخصصات مالية يتم الالتزام بها من الدول المتقدمة الأوروبية لتنمية القارة الإفريقية. نعم، يعني ذكر هذا الأمر الكثير من الذين تحدثوا في الحفل الافتتاحي عن الاهتمام بآلية التمويل والرصد والمتابعة ومكافحة تهريب رأس المال والتزوير والاستثمار في الطاقات والقدرات. يعني أتساءل في هذا الأمر عن القدرات والطاقات التي تتمتع بها أفريقيا وتغفل عنها أوروبا، والتي من الممكن أن تكون أرض خصبة للاستثمار. بطبيعة الحال يعني أفريقيا فيها ثروات وموارد طبيعية كبيرة. أفريقيا أيضا يمكن أن تكون فيها مناطق زراعية هامة إذا أحسن استغلالها. إذن أفريقيا أيضا يمكن أن تكون فيها يعني محاور للبنية التحتية تحتاج إلى تطوير، يمكن أن تكون مجال لمشروعات مشتركة، وبالتالي الاستثمار هنا يعني زي ما بيتقال في الاقتصاد دايما ان الاستثمار والمستثمرين بيسعوا دايما الى الربح، وبالتالي يسعى الى الربح. نعم، وبالتالي عندما يكون هناك مشروعات مشتركه وتعود بالفائده على جميع الاطراف فهذا ايضا محفز للاستثمار. إضافة طبعا إلى استفادة من الجانب الإفريقي من الدول المتقدمة من خلال التعاون سواء في مجال التجارة أو في مجال التنمية أو المشروعات المشتركة أو غيرها. أنا عاوز أقول أيضا أن ليس المهم فقط إعلان قرارات من جانب بعض الدول أو القمم اللي شاركوا فيها قبل كده بعض الدول الأوروبية، وإنما الأكثر أهمية أن يتم الالتزام بما يتم الإعلان عنه وأن يتم البناء عليه، يعني أن تكون كل قمة من هذه القمم بتبني على ما سبقها وتحرز نوع من التقدم والتنفيذ بكافة القضايا والاستراتيجيات التي طرحت منها. حتى لو كانت التحديات متغيرة؟ يعني التحديات ليست كسبقتها، التحديات تغيرت من قمة إلى أخرى. بالتأكيد التحديات يمكن أن تتغير بمرور الوقت، يعني احنا بنتكلم دلوقتي تحدي رئيسي تحدي كورونا مثلا، والمناخ ما كانش مسار من 5-6 سنين والمناخ بالضبط كده، والتحدي الخاص بالتغيرات المناخية واللي بدأ يحظى باهتمام كبير من العالم. أنا عشان كده بقول أن يتم تنفيذ ما اتفق عليه والبناء عليه. البناء عليه بمعنى أن لو هناك أي متغيرات جديدة أو مستجدات يتم أيضا التعاون في مواجهته، فهو التزام بما سبق وأيضا إضافة
إلى ما سبق أن يكون هناك تناسب مع ما يحدث من تغيرات عالمية. نعم، أتوقف عند كلمة يعني جاءت في كلمات رئيس المجلس الأوروبي حينما قال علينا أن نعمل معا من أجل اقتصاد أكثر صمودا. ما الذي يعني بأكثر صمودا، وكيف يمكن تحقيق ذلك في أفريقيا أكثر من أوروبا؟ طبعا دي نقطة مهمة اللي هي صمود الاقتصاد والتنمية الاقتصادية. يعني احنا شفنا ونتيجة لعوامل مختلفة وربما أهمها جائحة كورونا أن الاقتصاد العالمي نفسه تأثر، أنه أصبح هناك نوع من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ده تحدي. يعني أنا شايف أن ده تحدي لا يواجه فقط القارة الإفريقية بل يواجه الجميع. الجميع بقصد الدول المتقدمة أيضا والنامية والفقيرة وكله بالتأكيد، فهو يواجه الجميع، وبالتالي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع للمواجهة الناجحة. بمعنى أن الخطر مشترك، وأن الذي تأثر بالجائحة وما فرضته من تحديات اقتصادية ليس فقط الدول النامية بل أيضا الدول المتقدمة، وبالتالي نحن في حاجة إلى البحث عن صيغة للتعاون المشترك، التعاون المشترك بين الجميع لمواجهة هذه التحديات المشتركة. لو أردنا أن نتصور ما الذي يمكن أن تطلبه أوروبا من أفريقيا وما الذي يمكن أن تطلبه أفريقيا من أوروبا؟ شوف يا حضرت، يعني احنا نشوف كل طرف ماذا يملك أكثر أو ما هي الميزة النسبية له. القارة الإفريقية لديها ميزة نسبية في الموارد الطبيعية، الطرف الأوروبي أو القارة الأوروبية لديها ميزة في مجال التكنولوجيا وفي مجال الاستثمار. إذن عندما تتضافر هذه الجهود بين القارتين، تتضافر التكنولوجيا ورؤوس الأموال والاستثمار من جانب الأوروبي والثروات الطبيعية من الجانب الإفريقي، بحيث يمكن استثمارها وبطريقة عادلة. ودي نقطة مهمة قوي، يعني ليس فقط المهم أن تأتي رؤوس أموال أجنبية، وإنما أن تكون رؤوس الأموال الأجنبية تحقق فائدة مشتركة لكافة الأطراف بما فيها تأكيد صاحب الثروة الأصلي وهم القارة الإفريقية في هذه الحالة. إذن هذا التعاون المشترك وتضافر الجهود هو الذي يحقق هذه الفائدة المتبادلة بين الطرف الأوروبي والطرف الإفريقي. إضافة طبعا طبيعة الحال النواحي السياسية بتؤثر، النواحي الأمنية بتؤثر على الاقتصاد وعلى الاستثمار. إذن احنا لما بنتكلم عن قضايا الإرهاب، لما بنتكلم عن تحقيق الأمن، عن تحقيق الاستقرار، فإن ده بيوفر أيضا بيئة إيجابية للاستثمارات والاقتصاد الذي يتحقق منه فائدة الجميع. نعم، يعني كنا من قبل هذا الاتصال قد تحدثنا إلى الأستاذ عزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام، وكانت لي رؤية في أن اتجاه الصين ناحية أفريقيا بيختلف عن الاتجاه الأوروبي ناحية أفريقيا، إذ أن الاتجاه الأوروبي به بعض الشيء شراكة بإملاء أو استقصاء، ولكن الاتجاه الصيني مختلف تماما. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ يعني وشوفي حضرتك، انا رايي لو احنا بنتكلم عن الصين، فالصين ليس لها تاريخ استعمار في القاره الاوروبيه، وبالتالي في القاره الافريقيه تكون اقل وقت انما الاوضاع تغيرت الان. يعني الاستعمار انتهى، الخبرات السابقه يمكن بقى يعني التخلص منها والبحث عن الفائده وعن المصلحه، وهو ده يعني اي عمليه اقتصاديه بتهدف الى تحقيق المصلحه، مصلحه الشعوب، مصلحه الاطراف المتعاونه اقتصاديا، مصلحه صاحب راس المال ومصلحه صاحب الموارد. هو ده اللي احنا محتاجينه. انا عاوز اقول ان ليست فقط الصين التي تهتم بالقاره الافريقيه الان، في العالم كله مهتم بالقاره الافريقيه. الولايات المتحده مهتمه،
الصين مهتمه، الاتحاد الاوروبي مهتم، ربما دول اسيويه اخرى متقدمه وصناعيه بتهتم بالقاره الافريقيه. اذا القاره الافريقيه اصبحت محط انظار العالم، وبالتالي هي يمكن ان تستفيد من ذلك، بتستفيد بما يحقق لها الفائده وبما يحقق لها المصلحه وبما يحقق مصالح الشعوب الافريقيه. وبالتاكيد هناك فائده متبادله زي ما بقول دايما لصاحب راس المال وللمستثمر من جانب، ولصاحب الموارد الطبيعيه من جانب اخر. نعم، يعني في كلمه رئيس الاتحاد الافريقي قال نود ان يتم اعاده معايير تقييم مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وقال إن 20% من معايير تقييم المخاطر في بلادنا هي معايير غير موضوعية، برأيك؟ يعني المعايير قد تكون في بعض الأحيان لا تستند إلى الناحية الاقتصادية البحتة، بل قد تتأثر باعتبارات سياسية أو انحيازات معينة أو آراء مسبقة. يعني ده اللي أنا بقول، أن يتم التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة دون التأثر بانحيازات سابقة، يعني أن يتم البحث عن الأمور التي تحقق النمو الاقتصادي والاستفادة الاقتصادية المتبادلة لكافة الأطراف. نعم. أن يتم البحث عن العوامل التي تؤدي إلى مواجهة ظاهرة العنف أو ظاهرة الإرهاب أو ظاهرة التطرف. ما هي كل دي عوامل مهمة الحقيقة أن تبحث وأن تؤخذ في الاعتبار دون الاستناد إلى انحيازات قيمية أو انحيازات قد تكون غير صحيحة زي ما قال 20% منها أو شيء من هذا. نعم، إذن لا مفر أمامنا إلا التحالف والشراكة بين أفريقيا وأوروبا كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.